أريد أن أطرح مع الدكتور محمد غالي السياق، يعني السياق مهم جدا. طبعا الأستاذ اللحو تحدث عن النصر الدبلوماسي وعاينا كيف في الأيام الأخيرة كان هناك افتتاح لعدد من القنصليات، قنصليات الدول الإفريقية، وأيضا نتحدث عن تمثيلية دبلوماسية للإمارات العربية المتحدة في مدينة العيون في الأقاليم الجنوبية. كذلك المغرب يمضي قدما على درب تنمية أقاليمه الجنوبية، طبعا تنمية مستدامة وكل المشاريع وكل الأوراش هي ماضية في طريقها في الوقت الذي لم يعد أمام البوليساريو من خيار سوى أن تستفز هنا وتحاول أن تراوغ هنا. وعلى ما يبدو أن المنتظم الدولي والأمم المتحدة يعني باتت على اطلاع وعلى بينة مما يقع ومن هو الشريك ومن هو المخاطب الجاد والواقعي والمسؤول ومن غير ذلك. شكرا علاءين. أكيد بأن السياق يشير إلى أن هيئة الأمم المتحدة لن يكون لها من خيار آخر سوى خيار الدفع في الاتجاه الذي يشجع الشغل والتشغيل والنمو، وأكيد بأن فتح القنصليات هو إشارة مهمة إلى أن الدول هي طواقة إلى علاقات تعاون اقتصادية وتجارية ومالية. وعندما نقول فتح قنصلية فهذا يعني بوابة للتواصل، ويعني بأن المسألة تستدعي حماية حركة البشر ورؤوس الأموال. لذلك فقرار مجلس الأمن فيه جواب قوي على كل المناورات وعلى كل الاستفزازات التي قامت بها البوليساريو، وبطبيعة الحال من دعم وسكوت من بعض الدول المجاورة خاصة الجزائر، لأن مجموعة من الكلمات المفتاحية في هذا القرار لمجلس الأمن يجب استيعابها في سياقها. عندما تكون هناك إشارة مباشرة إلى أن حل النزاع لا يتوقف فقط بشكل مباشر بين المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، ولكن هناك إشارة قوية إلى موريتانيا وإلى الجزائر، وبالتالي فالحل لا يمكن أن يخرج عن هذه الدائرة. لذلك فإدراج هاتين الدولتين فيه إشارة قوية إلا أن هاتين الدولتين وخاصة الجزائر يجب أن بحكم أنها تحتضن وتدعم جبهة البوليساريو لا بد وأن تتحمل مسؤولياتها التاريخية في هذا الباب، على اعتبار أن الدول التي تقوم بفتح قنصلياتها في الأقاليم الجنوبية لا يجب أن نتجاهله ولا يجب أن ننكره، وبالتالي لا بد من وضعه في سياقه. أكيد بأن التحولات الجيوسياسية والاستراتيجية العالمية هي تبحث عن السلم والأمن، خصوصا في ظل هذه الجائحة التي يعرفها العالم والتي غيرت مجموعة من الموازين التي ضربت بشكل أساسي الهدف حتى من ميثاق الأمم المتحدة. فسياق ميثاق الأمم المتحدة في 1945 كان هو سياق تحقيق السلم والسلام والأمن والتعاون والوئام والتوافق بين مختلف الدول. لذلك فالكلمات المفتاحية الأخيرة في قرار مجلس الأمن 25-48 فهو يؤكد على خلق فرص شغل والنمو لكافة شعوب منطقة الساحل، وبالتالي هذه القنصليات التي تم فتحها فهي إشارة قوية إلى هذا النهج براغماتي اقتصادي، وكذلك تجاوب مع المبادرة المغربية. فمبادرة الحكم الذاتي المغربية هي مبادرة تسير في هذا الاتجاه.